فضيلة الشيخ، في هذا العام كان أول يوم من رمضان يوم الجمعة، وعندما قمت إلى صلاة الجمعة تطيبت وتبخرت في ثيابي وغترتي، فهل أفطرت في هذا اليوم علما بأني قضيته؟ لا، ما أفطرت فيها. يجوز للصائم أنه يتطيب، لكن ما يقصد إلى شم البخور، ما يقصد إدخال دخان البخور في أنفه، وإذا طار الدخان إلى أنفه بدون قصد فلا حرج عليه. إذا طار الدخان، دخان البخور أو غيره، إلى أنفه بدون قصد فلا حرج عليه، إنما لا يجوز له أن يقصد شمه وإدخاله في أنفه. كونه يتطيب بالأطياب السائلة أو بالبخور الذي لا يجعله في أنفه وإنما يجعله حوله لا بأس بذلك، أو في ثيابه، يعني يبخر ثيابه بالبخور، ما في بأس. نعم.